أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أجتهد في طلب العلم قدر المستطاع، وأستفيد من علماء المملكة الأحياء منهم والأموات، لكن الناس في بلدي واقعون في مخالفات كثيرة، وأنا ولله الحمد أجمع بين الولاء والبراء معهم، ولكن الأمر يا صاحب الفضيلة يزداد صعوبة مع كثرة الفتن، فهل من ضابط شامل للسكوت عند تعارض المصالح والمفاسد؟ إذا كانت المفسدة أكثر تدرى، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وارتكاب أخف الضررين بدفع أعلاهما أمر مطلوب في الإسلام. نعم.